مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من بلاك ميرور السيزون الاول او الحلقة الثالثة من السيزون الاول، وهي الحلقة الاخيرة. السيزون الاول كان في ثلاث حلقات اسمها The Entire History of You. صحيح. طبعا هاي الحلقة بتتحدث عن شيء سيحدث في المستقبل، بحطوا لك زي جهاز خلف اذنك، تستطيع بهذا الجهاز انك ترجع لقطات من الهيستوري تبعك، الاشارات اللي مريت فيها الاكسبيرينس، وتقدر تعرضها على اي شاشه موجوده امامك عن طريق جهاز كنترول، وبتقدر تعمل ديليت لبعض الشغلات اللي بدك تنساها نهائيا. طبعا القصه بتكون انه هذا محامي بحاول انه يجد عمل، فللاسف ما بقدر ياخذ هذا العمل. المهم بروح على بارتي، بشعر انه زوجته لها علاقة مع واحد موجود في البارتي، بصير يعمل ديجينج في الموضوع. اخر شيء بتثبت انه فعلا زوجته لها علاقة معه مع هذا الرجل الثاني. طبعا القصة بالتالي انه هو بحاول يثبت انه اذا لها علاقة ولا لا، فهو بروح زي ما انتم شايفين رجع هذه الهيستوري تبعته، برجعها قاعد. طبعا بكون في عنده جهاز في ايده، حورجيكم اياه اذا في جهاز بكون معاه في ايده، بيقدر يحول من ميموري لميموري وبغير المكان. هاي الجهاز كان في ايده. المهم بحاول انه يثبت انه زوجته لها علاقه مع هذا الرجل، فبروح عليه بحاول انه يضربه، وهو بضرب فيه بخليه يحط الميموري على التلفزيون ويعمل لها ديليت نهائيا. اذا عمل ديليت خلاص تنتهي العلاقه مع هذا الشخص. فعلا بيعمل لها ديليت لعند الزلمه، بس بيجي عند مرته بصير يفكر، لما هو هذاك بيعمل ديليت بشوف مشاهد زوجته كانت بعلاقة مع هذا الرجل. بعدين لما يصير يدخل جوا الموضوع بزيادة، بيكتشف انه زوجته عملت علاقة وهم متزوجين. فلما بيرجعوا بالتاريخ بيجدوا انه 9 أشهر قبل ولادة ابنه، فبيكتشف انه ابنه اللي ولد مش ابنه الحقيقي، ابن هذاك الرجل. طبعا اول شيء بشك في الموضوع، بقول لها اذا استخدمت واقي ولا لا، بكتشف انه ما استخدمه، هي بتقول له لا. فهي بتكون بتحاول في هذا الوقت انها تمحي الميموري، بيمسكها وبشوف انه ما استخدمه، فبنفصلوا عن بعض طبعا. بس في النهايه هو من 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 الوضع السيء او من الحاله السيئه، بيحاول انه يشيل هذا الجهاز من اذنه عشان ينسى كل الميموري وينسى الحالة النفسية اللي وقع فيها هذا الرجل. طبعا أنا بدي أحاول هون لما يرجع عند في النهاية طبعا عند مرته ويكتشف هاي الجهاز زي ما شفتوه هون، بورجيك الجهاز كيف برجع الميموري. هذا برجع الميموري في النهاية. أنا هم بستخدم تلفوني مش جهاز. هاي هون بشيل ال 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 الجهاز هذا، وبالتالي هو قطعة صغيرة بتكون، أول ما يشيلها بتروح الميموري كلها من عنده. طبعا هذا بحكي عن مستقبل التكنولوجيا، أنه ممكن يصير أنه زي ما انتم شايفين واير شالو، انتهت كل الحلقة وانتهت القصة. طبعا يعني الحلقة هاي عملت ضجة كبيرة برضو من حلقات بلاك ميرور، لأنه بتحكي عن شيء ممكن يصير في المستقبل القريب. يعني ممكن خلال 10 سنوات يصير عندنا هذا الجهاز، الناس تحطه وتقدر تراجع الاكسبيرينس والميموري تبعتها بأي وقت بدها اياه. احنا بنحاول انه دائما نتذكر، بس بكون الذكرى عندنا مضللة، يعني مقتطفات، بعد 2 3 سنوات بتنسى كل شيء، اما هذا لا، بيرجع لك الموضوع بالكلمة بالحرف. فممكن تكون كمان ايفيدنس في شغلات بالمحاكم، ما بتعرف. لكن حلقة مثيرة انك تحضروها، ونراكم في السيزن الثاني، تابعونا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.